فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. من أنشد ضالته، أنشد من أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. يقول: هل يؤخذ من هذا الخطاب الدعاء على سائل المال في المسجد؟ على السائل في المسجد، سائل المال. لا، السائل قد يكون محتاجا، لا بأس، يجوز له السؤال إذا كان محتاجا ولا يدعى عليه. نعم، ولكن إذا كنت تعرف أنه ما هو محتاج تنصح، تقول له ما يجوز لك هذا، حرام عليك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.